وخبر يقل من سمعتنا احنا كمصريين. انا افهم ان لما يبقى في لاعب شاطر يتم ان هو يعني يترشح وفي بلد من البلاد عشان يسافر ان هو يلعب فيها، ان هو يبقى ملتزم ان هو دلوقتي خرج من بلده فبقى بيمثل نفسه وبلده. لكن الحقيقي الملاحظ ان في كتير من اللعيبه لما بيقرروا انهم يحترفوا في اي دوله من الدول، اول حاجه بيعملوها هو السهر فكره العلاقات والسهر، وانه ايه يعني دي حريه شخصيه. وانا هنا بتكلم عن اللاعب المصري ياسر المحمدي، احمد ياسر المحمدي. ليه؟ احمد ياسر المحمدي، لان المحكمه في مصر النهارده يعني حكمت بثلاث سنين سجن لأحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة أجنبية. القصة هو كان في قطر والبنت جات له البيت، هي طبعا البنت واضح انها بتستغل برضو، يعني احنا طبعا الكلام هو عمل خطأ كبير، واي حد يعمل كده هو عمل خطأ في حق بلده وفي حق الكرة اللي بيمثلها وفي حق نفسه. لكن البنت كمان هي اللي رايحه له البيت، فاذا وهو كمان قال حاجه قال عجيبه، لها انا هحتفل بعيد ميلادي في البيت. هي بتقول كده بغض النظر ان هي راحت البيت او ان انت تسمح ان انت تدخل واحده البيت وبعدين تقول كل كان بالاتفاق، ايه المنطق ده؟ ده منطق عجيب جدا وغريب جدا. السؤال جدا أحمد، ما ينفعش كده، يعني ما ينفعش انا رايح العب كوره، رايح اركز، رايح شايل اسمي واسم بلدي واسم الكره اللي انا بمثلها، ودي مش حاجه قليله ابدا. لا فان مش بس انت كده يا سوية، تسيب نفسك تعمل كده، احمد انت عملت ثلاث غلطات في وجهة نظري دمروا لك مستقبلك. يعني اولا ان انت ما احترمتش فكرة ان انت رايح تلعب في دولة اخرى وان انت بتمثل مصر. ثانيا لما عرفت ان انت عملت مصيبة قررت انك تسيب الدولة دي وترجع مصر وتروح شرم الشيخ، معتقد ان انت مش هيتم يعني مش هيعملوا لك حاجه، انت استخبيت. الانتربول طبعا طلب من مصر تسليم احمد المحمدي، وفعلا تم التسليم وتم الـ 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 الحكم عليه بثلاث سنين. انا سؤالي هنا، ليه يا ابني؟ ليه دمرت مستقبلك؟ سؤال، علشان خاطر ايه؟ نزوه؟ علشان خاطر حفله في عيد ميلاد؟ عشان خاطر ست انت عايز تجيبها البيت؟ يعني ليه؟ ليه؟ انت ليه الكونسبت ان انت ليه استسهلت سنين الشقا والتعب عقبال ما توصل وتبقى محترف وتوصل لحاجه والناس تبتدي تحترم ان انت فكره ان انت لعيب شاطر تدمرها عشان خاطر انا حر؟ لا، هو انت حر؟ اللاعب اللي خد يسافر الثلاث سنين. اي دولة ويكون مركز في العلاقات وفي السهر ويقول لك دي حرية شخصية، ده بتيجي عليه بكارثة، سواء كنت متجوز ولا مش متجوز. المفروض ان انت بتصون اسم البلد اللي انت بتمثلها وجاي منها، ايه الحكمة في انك تدمر مشوارك الكروي عشان اي شيء عابر؟ ايه الاحساس ان حياتك وانت حر فيها انت مش حر فيها؟ اي حد بيمثل بلده هو مش حر في نفسه، دي الضريبة اللي هو بيدفعها. فطبعا احنا يعني ورياضي منزعجين وملتزم جدا من بصراحة. فكرة ان هو أنا مش خد متعاطفة معاه، 3 سنين. لا اكيد نتعاطف، لا عنده أنا مش امه متعاطفة وعنده معاه. اهل و، كل واحد لكن يا هو جماعة، تصرف التعليم غير الصح انساني وغير للموقف لائق وغير صحيح. إن كل واحد فينا ياخد مسؤولية قرارات، وانت يا احمد محتاج ان انت تاخد مسؤولية قرارك في الثلاث سنين سجن اللي انت هتاخدهم. تطلع بقى يا عالم، هل الناس وجمهورها هيتقبلك؟ هترجع من اول وجديد؟ الله اعلم. طيب.